الان تيتي ار بي ممتاز. طيب بدي اسالكم قبل ما نبلش ندخل في صلب الموضوع، مين بيعتبر حاله مبدع؟ مين بيعتبر حاله مبتكر؟ في ناس مبدع ومبتكر. اول انوان. طيب مين بيفرق بين المبدع والمبتكر؟ كثير بحب اشوفكم بعد التوك ونحكي بهذا الموضوع اكثر، لانه احنا من الناس اللي عندنا وجهه نظر يعني خاصه فينا لهذا الموضوع، عشان هيك جينا نشارككم فيها اليوم. من اكثر الاشياء والملامح اللي ميزت القرن 21 انه اكثر قرن كثرت فيه المصطلحات، يعني بين العولمه والتكنولوجيا والثوره الرقميه وكثير اسماء ثانيه صرنا نسمعها عن التحضر والحضاره والنظريات الانسانيه والتكنولوجيه والاجتماعيه، صرنا نضيع بين الكلمات. ومن اكثر الاشياء اللي ترددت هي تاثير العولمه على حياتنا وقديش العالم صار سهل سريع ومريح وكله متوافر. اي معلومه بدنا اياها بنقدر نجيبها بكبسه زر، عندنا جهاز الكتروني تقريبا لكل شيء بدنا نعمله بحياتنا، معظمنا عنده بمكتب برايه قلم ومزاعه ورق وكوفي ماشين، كل شيء بدنا نعمله بنقدر نعمله عن طريق جهاز الكتروني. حتى كمان بلشت الاراء تتعدد كثير بهذا الموضوع، صارت الناس تسالنا ايش رايك بالعولمه، ايجابيه ولا سلبيه، شو رح تاثر على حياتنا، وكثير اسئله من هالنوع. والاراء والرد اختلف. يعني مثلا مين منكم مع العولمه؟ مين منكم مع العولمه؟ اربعة مع العولمه؟ كلكم عندكم تويتر شو معنى؟ طيب مين منكم مش مع العولمه؟ ولا مع بلطجة كثير في ناس. طيب هلا تعددت الاراء في تحليل هاي العولمه اللي دخلت علينا فجاه، في ناس بتقول بعصر العولمه انعدمت الخصوصيه، كل شيء بدك تعرفه عن اي حدا موجود وبسهوله. في ناس بتقول لا بالعكس، صارت المعلومات متوافره بكل محل وموجوده لاي حدا يقدر ياخذها بكبسه زر زي ما حكينا. في راي ثالث اخذ الموضوع هيك من بزنس برسبكتيف، من منظور عالم الاعمال، صار يقول انه بعالم العولمه كثير البدائل صارت كثيره، المنتجات والمنافسه صارت عاليه، صار التميز جدا اصعب. حتى على مستوانا احنا كافراد، قديش كنا زمان، او مش احنا اللي كانوا زمان، كان واحد بكالوريوس كلمتين انجليزي بغض النظر عن السبيلينج ويقدر ياخذ احلى وظيفه. هلا قديش بتحسوا الاشياء المطلوبه منا عشان نلاقي شغل منيح بالسوق كثيره بغض النظر عن الواسطه، وقديش صعب الواحد يحصل فعلا على الوظيفه اللي هو بدور عليها. ونفس الشيء بعالم الاعمال زي ما حكينا، منتجات اكثر، منافسه اعلى، تميز جدا اصعب. والعولمه يا جماعه ادت الى انفتاح بالثقافات، وكمان برضه انفتاح بالاسواق والمنتجات. فصرنا نروح على السوبر ماركت نلاقي منتجات كثير ومعظمها بيشبه بعض، 50 60 نوع صابونه، ومعظمها صابونه تختلف بالنكهه او بالريحه، ثلاث اربع انواع بامبرز، انواع شوربه كثيره، فالمنتجات كثير تشابهت. وقبل سنوات قليله كان الابداع كافي لاعطاء ميزه تنافسيه لهذا المنتج. يعني كم حدا فينا عاش التجربه القاسيه وهو بدق في علبه الكاتشب عشان تنزل لي شويه كاتشب، وربنا بكون ستر اذا ما طقطشت عليه. سمي اجت شركه عملت علبه كاتشب مقلوبه، هاي فكره مبدعه، ضافت ميزه تنافسيه، سهلت علينا بفكره كثير بسيطه، سهلت علينا كثير من صعب الحياه اللي تواجهنا واحنا بننزل كاتشب من العلبه. هذا مثال كيف انه الابداع بيعطينا ميزه تنافسيه. بس فكركم قديش قعدت هاي الفكره؟ فكره رائده 3 ايام لحديت ما صار كثير في السوق علبه كاتشب زيها. فهذول الجماعه اخذوا بوزيشن كويس بالماركت لثلاث ايام وقيسوا عليها افكار كثيره. طيب ايش بدها تعمل هنا الشركات حتى تتميز بالعولمه وحتى تتميز بالسوق المفتوحه؟ بلشوا يفكروا باشياء اصعب
بابتكار صعب، ابتكار متقدم. ومع هيك صرنا نشوف معظم الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة عندها أفكار مبدعة جدا بالدعاية على سبيل المثال. فصرنا نشوف دعاية زي هيك، وفي شركات ستارت أبس يمكن بعمان شركات فيها 5 أشخاص بيعملوا حملات دعائية رائعة جدا. فصارت الفكرة المبدعة مش إشي صعب، الأفكار المبدعة موجودة وين مكان. أنا بتأكد يمكن معظمكم هلأ إذا بقول مين عنده فكرة مبدعة يرفع إيده، اللي عنده فكرة مبدعة بمجال شغله أو بأي مجال، اللي عنده فكرة تانية يرفع إيده. يعني كثير ناس. فإحنا ما عندنا مشكلة بالأفكار، الأفكار موجودة. واحد صاحبي كنا نحكي أنا وياه بمثال الكاتشب، هو عنده محل بوزة، فقال لي أنا بدي أصعب الليفل تبع الإبداع. إيش عمل؟ راح عمل بوزة مقلية هون بعمان، بوزة مقلية. فأنا طبعاً قلت أول ما يفتح المحل بدي أروح على طياق منه بهنية ومنه مندوق منها، وكونه صاحبي أكيد ببلاش رح آكل. فرحت عليه، كنت مشغول، تأخرت شوي، رحت عليه بعد شهر فبقول له هات ورجينا الترند الجديد اللي في عمان، البوزة المقلية. قال لي وين الترند الجديد؟ قال لي هلأ، أنت قلت متأخر علي شهر، هلأ it's everywhere بعمان. قال لي روح على أي محل بوزة بعمان متخصص قل له بوزة مقلية على طول بيجيبوا لك إياها. قال لي أول ما عملنا البوزة المقلية كل زبايننا كانوا أصحاب محلات البوزة، أخذوها وصارت ترندنج بعمان. فيا مسكين هذا الزلمة، حتى وعلى فكرة لما هذا الزلمة طلع البوزة المقلية راح لف 5-6 بلدان عشان نشوف شو في ترندز جديدة بشغله. طب حتى لما صعبنا ليفل الإبداع وجبنا فكرة متعوب عليها ما في أسبوع زمن وانتسخت أو انعمل زيها. طيب إذن إيش الحل يا جماعة؟ الحل إنه إحنا مش ناقصنا أفكار جديدة. حط لنا البوزة المقلية اللي ما بيعرف عشان نشوفها. هاي البوزة المقلية تشبه الفلافل وجواتها عن جد بوزة. طيب إذن شو الحل يا جماعة؟ الحل إنه إحنا مش ناقصنا أفكار جديدة. كلياتكم عندكم أفكار جديدة. عندنا بالأردن في كتير إيفنتس وإنيشيتيفز بتحكي عن الأفكار الجديدة وبتكافئ أصحاب الأفكار الجديدة. إحنا ما بدنا فكرة جديدة بقدر ما بدنا طريقة تنفيذ جديدة لفكرة قد تكون قديمة أو كلاسيكية. تمام؟ فإذا الحكمة بطريقة التنفيذ مش بوجود الفكرة. هذا هو بالضبط الابتكار مش الإبداع. الإبداع إنه نجيب فكرة جديدة، نستحدث فكرة جديدة، هذا اسمه إبداع creativity. أما الابتكار innovation إني أستخدم فكرة جديدة أو قديمة بس أحطها بقالب جديد. أعطيكم مثال على نفس مثال البوزة. كنت بمول بإحدى البلدان في زي فود كورت، بس معظم المحلات الموجودة بوزة. في محل من محلات البوزة لفت انتباهي عليه، كتير سياح صافين يتفرجوا على هذا المحل. ولا نشوف الفيديو، ورجينا الفيديو. شوفوا إيش بفرق محل البوزة هذا عن المحلات الثانية. كبر السكرين إذا فيك. هاي حبة بوزة وهذا شغيل بالمحل، بس واضح انه بحب البيسبول كثير. هاي بوزة عادية لا مقلية ولا مشوية، بوزة عادية جدا. اوكي هذا المحل سيمبلي ايش بيعمل؟ انا بتفرج عليه
بيجي بتكون مثلا حدا قاعد على الطاوله جاي يطلب، بيجي الجرسون بياخذ منها الطلب، ايش بتحبي؟ بقول له مثلا بدي بوزه فانيلا، بدي بوزه شوكولاته. من معاه زي هيك ديفايس ببعت عليه الاوردر على الكاش او المحضر القهوه، يكون بعيد عنه 10 متر، هداك بياخذ الاوردر من هناك بيعمل له اياه بهاي معلقه البوظه، وهو محله عند الطاوله بيرمي له اياها هيك، هذا بطول الصحن بنقطهم وبحطها قدامه. طبعا اذا بدك اي نوع توبينجز عليها او بدك اي اضافات، اللي على الكاونتر برميها لواحد ثاني، والثاني برميها لواحد ثالث، بعدين بترجع عند الشخص اللي اخذ الاوردر. وبرضه في ناس بيكونوا برا المطعم لانه هذا فود كورت، يعني في ناس بيكونوا قاعدين زي ورا عند الكنترول روم، بحضروا البوظه من هون برمي له اياهم هناك، هذاك بيقفهم الصحن وبحط له اياهم. هذا مثال على استخدام افكار عاديه، البوظه عاديه ما فيها ولا شيء خصوصي، المحل عادي، الزباين عاديين، بس شو ابتكروا؟ ابتكروا طريقه تقديم جديده لشيء موجود، هذا هو الابتكار، هذا هو اللي احنا بحاجه له. انا ما بحكي انه الكرياتيفيتي او الابداع شيء مش مهم، لا، انا بحكي انه مهم، بس ما نوقف عنده، ما امشي في الشارع واقول انا براسي 20 فكره، بس كم واحدة تقدر تطبق؟ هذا هو المهم. يمكن هلأ بعد توضيح بلال الأمثلة وما تشاهينا البوظة قدرتوا تعرفوا ليش إحنا كتير بحاجة للابتكار، يعني بلغة تانية ليش إجا الوقت اللي we need to move from creativity to innovation. إجت كتير initiatives جوا الأردن وبرا الأردن حول العالم بتنادي بالابتكار وأهميته بين الشباب وبين أي مجتمع. ليه؟ لأنه الإبداع بيركز على خلق أفكار جديدة، وخلق الأفكار الجديدة بعد الانفتاح اللي إحنا عايشين فيه وبعد الثقافة اللي وصلنا لها بطريقة التواصل الاجتماعي سواء على الإنترنت سواء حتى بتواصلنا مع بعض كأفراد. أنا متأكدة لو هلأ قعدنا أنا وياكم مع بعض وعملنا برينستورمينج نص ساعة بنطلع بمية فكرة مبدعة على الأقل. بس صار إحنا اللي بحاجة لإله شو هو؟ هو طريقة التنفيذ الجديدة لإشي ممكن يكون قديم. ممكن في فكرة تقليدية إحنا عايشين معها كل يوم، نسمع عنها كل يوم، نحكي عنها كل يوم، وحلها بس إنه أنا أغير نظرتي للفكرة، مش أكبها وأقعد أخترع فكرة جديدة من أول وجديد. هلا حاجتنا للابتكار بالعالم كله ككل، لأنه ما عندنا مشكلة بالأفكار، ما عندنا نقص أفكار، كلياتنا صرنا يعني أقل حدا قدرات في العالم صار عنده مسحة خفيفة من الكرياتيفيتي حتى لو بالغصب. بعد ما بنشوف تلفزيون بنشوف انترنت بنحكي مع بعض في عندنا كثير وسائل انفتاح عالي. بس بالاردن على وجه الخصوص ليش احنا بدنا انوفيشن؟ ليش بطلت الكرياتيفيتي تكفينا؟ اول شيء لانه احنا مواردنا قليله نسبيا بالنسبه لحاجاتنا، وما بدي ادخل بديبيت عندنا مي وما عندناش مي وعندنا نفط وما هو سرقوه فساد لانه حيقصوه حتى لو حكينا فيه. بس بدي احكي لكم انه قله الموارد اللي عندنا بالنسبه للحاجات احنا من اكثر الشعوب حاجه لابتكار طرق جديده في التنفيذ، والطريقه اللي ما بتعجبنا وما بتزبط معنا على طول نبدلها بخطه مبتكره جديده. طب ليش مستعجلين؟ يمكن لاننا ملحقين شوي. لا شوي تاني، كم شوي احنا ملحقين؟ كثير كثير كثير. مش لانه نقص فينا او نقص في الاردن، بس لانه امكاناتنا اجين اند اجين ما عم تسمح لنا ان نواكب هذا التطور اللي بيصير في العالم. والسبب الثالث اللي انا كنت بحبه كثير، بس بعد ما جيت هون اليوم شفت الدكتور والدكتوره، شفت يارا، شفت كل الناس اللي حكوا على هذا الستيج، تاكدت منه اكثر واكثر انه ما عندنا نقص بالافكار المبدعه. الابداع موجود، احكي لي اركيتكتشر، احكي لي سيلف موتيفيشن، احكي لي تكنولوجي، بكل المجالات، حتى بالميوزك. وين بطارق؟ حتى بالميوزك دائما قاعد ورا. حتى بالميوزك وصلنا لمراحل متقدمه. بس احنا هلا مش بحاجه لافكار مبدعه، بس بحاجه لابتكار التنفيذ. عشان هيك احنا ومجموعه من اصحابنا قررنا نشارك هاي النولج اللي موجوده عندنا مع المجتمع. حبينا نزيد الوعي في المجتمع الاردني عن اهميه الابتكار، ونحكي للشباب انه احنا الافكار الجديده اللي بنطلعها هاي وسيله، بس مش غايه بنوقف عندها ونصير نحكي انا في بالي فكره 1 2 3. فصرنا نوعيهم ونساعدهم يطبقوا هاي الافكار وتصير مشاريع منتجه على ارض الواقع. بدي اخليكم مع هذا الفيديو دقيقتين، راح يقول لكم اكثر ايش احنا بنعمل بتريب تو انوفيشن.
ما في صوت. عارفين الشباب في المجتمع الأردني. رحلة الابتكار أو TTR هي مشروع غير ربحي، الهدف منه تنمية ثقافة الابتكار بين الشباب في المجتمع الأردني. أهمنا نشر ثقافة الابتكار والريادة المجتمعية بين الشباب. بلشنا بنهاية سنة 2010 بتنظيم ورشات عمل تفاعلية، الهدف منها جمع أكبر عدد ممكن من الشباب الرياديين أو الشباب اللي فيهم بذات الريادة في الأردن، وإنه نحطهم بمكان فيه متحدثين حثيين أو inspirational speaker. الهدف منه حث هدول الشباب على إنهم يطبقوا أحلامهم على أرض الواقع ويعملوا المشاريع اللي بتخدم الوطن في مجال الإبداع والابتكار. اللي بيميز TTI عن المبادرات الثانية إنه TTI هي لا تقتصر العلاقة بين المنظمين والمشاركين بورشة عمل معينة أو بيوم محدد. TTI هي برنامج أكثر مما يكون حدث أو رحلة إلى الابتكار. TTI فيها خدمات متعددة، منها مثلاً ورشة العمل اللي بيكون مدتها يوم كامل، منها الدورات التدريبية المتخصصة اللي بنقدمها إحنا مجاناً للمنتفعين من خدمات TTI. في كمان عندنا خدمات التشريك اللي بنقوم فيها بربط المستفيدين أو المشاركين بTTI مع حواضن الأعمال المنتشرة بكافة محافظات المملكة. كمان إحنا هلا بنحاول تعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة إنه نبني حاضنة أعمال خاصة فينا اسمها TTI Innovation Lab، إن شاء الله سترى النور قريباً جداً. نغطي جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء عمل خاص. إحنا باختصار بTTI في العديد من الشباب عندنا في البلد عندهم أفكار ريادية، بس هم خايفين يأخذوا المغامرة وينتقلوا من الوظيفة التقليدية يفتحوا عملهم الخاص. بتكون عندهم عدة أسئلة في مخيلتهم، مثلاً إنه هل هذا العمل راح ينجح؟ هل أنا عندي الخبرة الكافية؟ أنا ما بعرف كيف أسجل مشروعي. طب أنا بخاف أبلش فكرتي أو أعطيها المستثمر هو يأخذ فكرتي ويطبقها لحاله. هلا إحنا من خلال ورشات العمل ودورات المتخصصة نحاول نجاوب هدول الأسئلة الموجودة عند الشباب ونساعدهم ونعطيهم الأدوات، سواء كانت خدمات من متخصصين ورجال أعمال موجودين عندنا أو مستشارين أو مدربين محترفين بيعطوهم الاستشارات الفنية المتخصصة عشان يجاوبوا الأسئلة الموجودة عندهم وينتبهوا يبدوا بأعمال متخصصة. إحنا أظن إنه مش بحاجة للشكر، لأنه هذا جزء بسيط من حق البلد والمجتمع علينا، ويعني يعني بTTI غير TTI لسه ما في حقه. بس بدي أقول لكم أخذنا أسبوع حتى نعمل هاي الانيشيتيف، وأخذنا تقريبا شهر حتى نحولها لجمعية مسجلة، أخذنا سنة ونص حتى نخدم 700 شاب وشابة أردنية من الشمال للجنوب. خلال السنة ونص قدرنا نساعد أكثر من 20 شاب إنهم يأسسوا شركة، وفي منهم شركات هلأ يعني صارت بتحكي بالملايين. اللي بدي أقولكم إياه إنه الأفكار موجودة عندنا كلياتنا، مش مهم كم فكرة براسي بقدر ما هو مهم كم فكرة بقدر أنا أطبق من الأفكار اللي براسي. ومش دائماً الفكرة أو المشروع الناجح معناته إشي جديد، ممكن أتفرج حوالي بأشياء قديمة أعمل مشروع أو فكرة جديدة ومبتكرة. واحدة من ألمع شبابنا بTTI تقدر تحول زيت القليل اللي بنكبه بالبيت كل يوم لوقود سيارات، فبتقدر تخلصنا من مشكلة الطاقة المتجددة وغير المتجددة والتبعية، ونجيب نفط من برا، وكل هاي القصص تقدر تطلعنا منها بالتكنيك البسيط اللي عملته واختبرته بأدواتها البسيطة وقدرت فعلا إنها تلاقي الحل. بتربطوا إنوفيشن، إحنا بدنا من الشباب يكون عنده فكرة وإرادة والباقي عنا. إحنا عندنا التشبيك، عندنا الدورات، عندنا التدريب، وعندنا كل إشي الشباب بحاجة لإله عشان يطلعوا من هالة التساؤلات اللي بنعيش فيها، اللي للأسف نظامنا كتعليم نوصل لعمر 20 وإحنا في كتير أسئلة براسنا مش قادرين نجاوبها. بتربطوا إنوفيشن مش لحالها بسوق، يمكن أنتوا بتعرفوا أكثر مني، في غيرنا كتير، وما على أي حدا فينا غير بس إنه يبلش يدور إيش هو المكان اللي ممكن أروح عليه، أو إيش هي الخطوة اللي ممكن أعملها مشان أدخل الابتكار على حياتي. إيش هالشغلة القديمة كتير اللي عايشة معاي، فكرة صغيرة اللي مكتوبة على دفتري صف عاشر أو علمية عندي بالبيت أو مكتوبة على الحيط فوق راسي، في شغلة صغيرة بحياة كل واحد فينا ومش منتبه لها، لو تطلع عليها بنظرة من الابتكار ممكن تغير حياته وتعمل منه اسم من أكثر الأسماء اللامعة
سمعتوا قصص نجاح كثير بالسوق من تي تي اي ومن غير تي تي اي عن ناس عمل اشي من ولا اشي وانتج الكثير من القليل. وانا متأكدة ولا واحد منا هون اقل او عنده مهارات اقل من هداك الشخص اللي حقق حلمه، غير انه بس هداك قدر يكتشف المفتاح واحنا لسه ندور على المفتاح. شكرا لكم.